أرحب بضيفتي في الاستوديو أستاذة اللغة العربية والأديبة في الجامعة الأردنية الدكتورة سناء الشعلان. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا بكم جميعا. عندما تحدد الأمم المتحدة يوما للغة العربية، نعم، يعني أهمية ذلك على اللغة العربية وعلى يعني العرب بشكل عام؟ لا شك أن هذا اليوم يعني شكل فاصلا دوليا للغة العربية، إذا انتقلت من الحيز الذاتي أو القومي الخاص باللغة العربية في شعوبها العربية أو الناطقين بها إلى مستوى الوجود العالمي وترجمة ما يحدث إلى هذه اللغة منها وإليها. لا شك أن ذلك كان نقلة مهمة من ناحية واعترافا دوليا من ناحية ثانية ووجودا دائما من ناحية ثالثة. هذا اليوم لا يحتفل فقط المتحدثون باللغة العربية من العرب فقط، بل يتعدى ذلك إلى كل من ينطق بهذه اللغة العربية. اليوم لا يحتفل فقط العرب، يحتفل الهنود الذين يتحدثون العربية، الباكستانيون، الأفارقة، الكرد، كل القوميات في العالم التي تتحدث اللغة العربية كلغة ثانية أو ثالثة هي اليوم أيضا في معنى في هذا الاحتفال. وقد يكونون في حالة فرح لا يقل عن احتفائنا ومحبتنا لهذه اللغة الجميلة، يعني وهي لغة تمتد جذورها إلى آلاف السنين في، نعم، الحقيقة. ولكن يعني للأسف في الآونة الأخيرة يعني لاحظنا تراجع يعني اللغة العربية حتى بين يعني أبناء اللغة العربية، يعني يعني وكأنه اللغة الإنجليزية باتت يعني الأكثر استخداما خصوصا في يعني على الكمبيوتر وأجهزة الحاسوب وما إلى ذلك. كيف يمكن إعادة هذا الزخم للغة العربية؟ لا شك أن هذا التراجع هو تراجع على المستوى التداولي وليس على المستوى القيمي أو المستوى المحتوى أو الفحوى، بمعنى أن هذا الاستخدام لا يقلل من قيمة اللغة كذات ولا كموضوع، ولكن هناك ضعف في الهوية الشخصية تجاه هذه اللغة. يجب على العربي أن يؤمن بأن هذه اللغة حاضرة وأن لا يشعر بالاستلاب، لأن الإخفاق في حضور اللغة مع متحدثها أيا كانت جنسيته أو قوميته يشكل نوع من الاستلاب. عندما يغادر العرب العربية وكأنهم يغادرون نوعا وقسما كبيرا من حضارتهم، من ثقافتهم، من هويتهم وثقتهم بأنفسهم بالدرجة الأولى، عندما يعتقد اعتقادا شائنا ومشوها أنه لا يستطيع أن يعبر بلغته، هو بكل بساطة مقطوع عن هذا التراث، وهو بالدرجة الأولى المشار إليه في النقص. ولذلك اللغة العربية هي قادرة على الاحتواء، قادرة على التداول، ولكن الإنسان العربي هو من أخفق في أن يدفعها إلى الأمام كما يجب. يعني هل هي مسؤولية أفراد أم مؤسسات ويعني جهات تعليمية أيضا؟ مسؤولية الجميع على حد سواء إلا اللغة العربية، فهي غير مسؤولة. صحيح. هي من وقع عليها هذا الاعتداء الشائن، وعلينا أن نعتذر لهذه اللغة اعتذارا كبيرا، ولا يكون إلا بإعادتها إلى مجدها الحقيقي في صدورنا. المؤسسات التعليمية مسؤولة، المؤسسات الحكومية طبعا مسؤولة، والبيت هو المسؤول الأول عن ذلك. عندما ندفع أبناءنا إلى المؤسسات الخارجية وهم لا يؤمن بلغته، وتجعل أولوية الابن أو الطالب أن يتعلم لغة أخرى ويتقنها، وتهاجر اللغة الأم تصبح اللغة الثانية أو الثالثة، ماذا نتوقع غير هذه الانتكاسة؟ عندما يبدأ البيت يقدس اللغة العربية يتغير كل مفهوم الإنسان العربي عن بيئته ووطنه وعن لغته بالتأكيد. ونلاحظ بعض الطلبة يستسهلون اللغة الإنجليزية، يعني هل هناك مشكلة في طريقة تدريس اللغة العربية؟ ربما يعني نحتاج إلى يعني طريقة أكثر حداثة، تبسيط، يعني 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 الوصول إلى منهجية تواكب أيضا الحداثة، حداثة هذا العصر. أريد أن أقول تجربة يعني قمت فيها مرة وكانت طريفة جدا. بعض الطلبة كانوا يزعمون أنهم يتحدثون بالإنجليزية ويعبرون أفضل، فطلبت منهم بكل بساطة أن يكتبوا مشاعرهم بالإنجليزية، ثم بعد ذلك قمنا بترجمتها ترجمة جماعية في القاعة. وكانت الطامة الكبرى أن المحتوى الإنجليزي كان ركيكا وسخيفا، إذن هو بالحقيقة لم يستطع أن يعبر عن نفسه كما زعم أو اعتقد، بل أن الحقيقة اللغوية تقول أن الناقل اللغوي أي بمعنى اللغة الأولى إن لم تكن متقنة لا تستطيع أن تتقن اللغة الثانية أو الثالثة. وبالتالي كل هذه المزاعم هي أوهام، أوهام استلاب. أنا أتقن اللغة الإنجليزية وأشعر بها، لماذا؟ أنت شكسبير؟ أنت ابن اللغة، الطبيعي أن تتقن لغتك الأم مثل أي شخص آخر. وأعود وأكرر، هذه قضية استلابية، يعني هو يشعر أن هذا العالم يتجه نحو الإنجليزية وأنها تأخذ الصدارة بالإنتاج وبالعلم وبالحضارة، وبالتالي يشعر أنا ما حاجتي إلى هذه اللغة. وفي هذه اللحظة بالتأكيد، يعني هذه اللحظة الحضارية أسميها لحظة الانفجار الحضاري، ينقطع علاقته بماضي
ولا يستطيع أن يجسر مع الحاضر، يعني هو أيضا لا يستطيع أن يجسر معه. ونعود إلى مسألة الهوية يعني كما ذكرتي منذ قليل، وهو يصبح ضائع، يعني لا هو يتقن لغته ولا هو بالمقابل يتقن لغة الآخر، يعني هو ليس هنا وليس هنا، هو على الحالتين، على اللغتين، وضائع، وبالتالي يفقد حتى قدرته على التواصل مع ذواخله. يعني اللغة ليست فقط أداة تعبيرية، هي أداة تواصلية، أداة اعتزازية، أداة ثقة. أداة الثقة هي غائبة عنده، لأنه مهما بلغ من إتقان لغة ثانية أو ثالثة لن يستحضرها كلغته. وبالتالي أين وجوده الحضاري؟ وجوده مختفي مع وجوده اللغوي. ومتخفي، وأنا أسميه الحالة التنكرية في اللغة، متنكر. يعني أين أنت موجود؟ غير موجود حقيقة. صحيح. شكرا لك دكتورة سناء الشعلان، أستاذة اللغة العربية والأديبة، شكرا جزيلا لك. أشكرك.